بين هنا نوعي المثقف عن ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه اثناء تواجد الزوار. بنقدم توعيه لزوار الياسمين مول. التوعيه اللي بقدمها عن الفواكه الغنيه بالماء، بما انه احنا في فصل الصيف حنتعرض لاشعه الشمس وبنفقد سوائل مره كثير، فلازم احنا نعوضها انه احنا نتناول فواكه خضروات غنيه بكميه الماء. فعندنا البرتقال والتفاح والموز والخوف والبطيخ والفراوله غنيه بكميه السوائل والماء. والله يحفظ الجميع.